مساء الخير عليكم متابعين موقع صدى البلد الإخباري. احنا بنقول لكم لايف حالا من منزل الطالبة سهيلة أيمن، الأولى ثالثة الثالثة على مستوى الجمهورية علمي رياضة، الطالبة الوحيدة من المنوفية. ألف مبروك يا سهيلة، الله يبارك فيك. احكي لنا بقى قصتك ايه مع الثانوية العامة السنة دي؟ قصة جميلة وطويلة. المهم بدأت السنة، أنا يعني كنت حابة أنوه عن حاجة. أنا ما كنتش نظام ثانوي عام قبل، لما يعني دي كانت أول سنة ليا ثانوية عامة، كنت نظام ستيم، فكان الموضوع بالنسبة لي يعني كان ملخبط، لخبطة السنين في الأول. بدأت الموضوع يتعدل معايا في شهر آخر 10 كده. المهم كان البداية أنا مش قادرة أحفظ كويس، فالمهم بدأت إن أنا في أعمل ملخصات كتير، إن أنا أخلي الحاجات تتخزن في دماغي على هيئة نقط صغيرة، حابة الناس تستخدمها، يعني الناس اللي ما عندهاش ملكة الحفظ قوي زي. ثانيا كنت أنا قرار علم الرياضة بالنسبة لي كان قرار مش عارفة، حاساه رباني على ميول أكتر الاتنين، لأنه كنت حاسة إن أنا ماليش في حفظ الأحياء والجيولوجيا، دي أول حاجة. ثانيا بالنسبة للمذاكرة كنت أنا اخترت مدرسين صراحة بيناسبوا معايا. كنت أنا رحت في الأول فترة مدرسين، حابة برضو الناس أحكي تجربتي، لأن أنا متأكدة إن في ناس زيي. المهم كان بالنسبة لي في الأول مدرسين ما كنتش بحس إن أنا بفهم منهم قوي، فكنت لا قلت خلاص خدت قرار إن أنا أروح عند المسترز اللي أنا حاسة إن أنا مناسب معايا طريقة شرحهم أو كده، بغض النظر عندهم أعداد كبيرة أو أعداد قليلة، لا المهم هو مناسب معايا. بعد كده بدات ان انا اتعامل، كان في ناس زمايلي طبعا عشان انا لسه جديده نوعا ما في ثانويه عامه، كانوا بيقولوا لي خدي درسين يا بنتي ما اعرفش ايه. طبعا انا الموضوع مش مناسب معايا خالص كفكره، لانه حسيت خلاص اروح المدرسين اللي نوعا ما مميزاتهم كتيره نوعا ما اغلب او معظمها يعني، وابدا اكمل بفيديوز اليوتيوب. بجد انا حابه انصح صراحه الناس والله يهتموا باليوتيوب، والله في مدرسين كويسين جدا، لو حاجه مش فاهمينها حاجه عايزين نطبقوا عليها، خصوصا فتره مراجعه هتفيدهم جدا. ما يأجلوش أي حاجة مهما حصل، لو بتموت ما تأجلش، تمام؟ لأنه ببساطة الناس اللي عملت كده أكيد اتدهولت فترة كورونا، لأنه خلاص هي كانت عاملة حسابها إن هي هتعمل في فترة المراجعة مع المسترز وكده. قولي لنا بقى، كورونا أثرت عليكي؟ مذاكرة إيجابي ولا؟ إيجابي والله إيجابي يا جماعة، مش عارفة مالكم، بس هو بالنسبة لي إيجابي، لأنه ببساطة كان بتوفر المجهود العضلي اللي كان بيحصل في لما أنا بروح دروس كتير في عز الحر وكده، كان كل دروس الصبح كنت بروح 4 دروس ورا بعض، بحس ان انا في جزء كده عايزه انام برضه، فكان ده بيضيع لي وقت. ثانيا المجهود الذهني طبعا انا رايحه، فالمهم يعني كان بالنسبه لي دي وفرت الجزء ده. ثانيا انا المدرسين اللي كنت باخد عندهم ما تخلوش عننا بعد فتره كورونا، طبعا يمكن الناس اللي كانوا بياخدوا عند المسترز وفروا الموضوع ده يمكن يكون اثر عليهم تاثير سلبي، بس لا الناس اللي كنت باخد عندهم كملوا معانا اونلاين على زوم او اي ابلكيشن تاني، وكانوا بيعاملونا كاننا بنروح الحصص عادي خالص، فده بالنسبه لي تاثير ايجابي. وزائد ان الواحد كان بيحس ان هو الحاجه اللي هو واقع فيها يقدر يذاكرها في الوقت اللي هو عايزه، مش اللي هو بينضغط بمواعيد او كده. ده بالنسبه لي. حابه تدخلي كليه ايه؟ اوكي، وانا عملت فتره سيرش كبيره جدا قبل ظهور النتيجه، وكان الناس بتقول لي لسه ما النتيجه تظهر وكده، بس انا كنت عايزه ارسخ مخي، لان انا لازم الواحد يعرف ميوله اكتر، فانا بحب شغل التصميم بصراحه، فانا مش عارفه لحد الان انا بحب تصميم داخلي وتصميم معماري، ف يعني اقدر اقول لك الام كليه فنون تطبيقيه ديكور، تصميم داخلي او تصميم معماري. تنصحي الطلبة اللي داخلين ثانوية عامة السنة دي بإيه؟ علاقتي بربنا تكون مستقرة، مش وقت امتحانات والله، يعني مش عارفة مالك، بس هو في ناس مش عارفة مالك. المهم يعني حابة إن هي تكون مستقرة ودايما تحس إنه لا يعني كل حاجة في وقتها تيجي. أنا ما كنتش صبورة في الأول بعترف، بس بعد كده لا الواحد بدأ إن هو يتعامل مع مرونة، وكل حاجة بالاجتهاد هتلاقي نتيجتها بعدين. علاقتك بربنا هتساعدك جدا في الاستقرار النفسي والتحصيل. ثانيا ما تأجلش، اعمل كأنك هتروح تمتحن بكرة، ما تهتمش فيه كده ترند انه المستر هيسمع او لا، ده انساه خالص، تمام؟ المهم انت، انا كنت بروح في اول مجموعه عشان ما اهتمش المستر هيسمع او لا، لازم اروح اذاكر يعني مذاكره جديه. ثانيا لازم تعمل تشيك على كل نفسك على كل شهر، يعني شوف كده انت ايه الدروس اللي وقع منك كده، يعني اكيد هتحصل دروب، يعني مش اي حد يحصل معاه دروب، بس المهم ان انت ما تسيبوش، لانه ببساطه هتتراكم عليك جدا. دي نصيحتي صراحه. لو طولت بعتذر. مين اكتر حد في البيت كان مساعدك ومهيألي الجو الثانويه العامه؟ هو بص انا صراحه ما اقولش قلت حد واحد، بس هي جدتي يعني ك شعور مادي او سوري يعني حاجه ماديه، كأكل شعور ده شعور معنوي، ما كانتش يعني انا من نوع متطلب جدا زي دي حاجه وحشه فيا، فهي كانت يعني بتراعي الجزئيه دي. خالتي وجوز خالتي كان في اي خالتي دي انا مش عارفه، انا مش عايزه اقول لها خالتي لانها صاحبتي حقيقي، او دي خالتي ايوه، وجوز خالتي ومحمد اخويا حبيبي محمد، والله بس مش عارفه اقول لك ايه، يعني ده بالنسبه لي بحب بعض جدا طبعا. طيب تقولي جدتك ايه بقى؟ والله جدتي يعني انا نفسي بجد
انا لما انا كنت مثلا بذاكر او بتعب او كده ببقى عايزه ان ربنا يعني تفرح افرحها بنجاح اكتر من تعبت لانها بجد يعني هي شخص كبير في السن زائد ان هو محتاج يرتاح زائد ان هو بيراعي حد في ثانويه عامه بالك بقى ثانويه عامه لا كانت مهيئه الظروف يعني لا بالنسبه لي كان في مساخه بقى بتوصل في الثانويه عامه اللي هو عايزين حاجه اكتر وقت نستحملها جدتي صراحه بقول لها ربنا يجزيكي خير بجد ربنا بجد يعني انا حاسه انك هتدخلي الجنه والله اكيد اللي انت استحملتيه بسببي بجد انا اسفه والله يا حبيبتي ربنا يوفقك ان شاء الله كمان بس زوجني والحاجة تحب تقول سؤال ايه بقى بنجاح النهارده ربنا يتمم فرحتنا بيها ويحقق امالها كلها خليكم محمد حابب اقول لك ايه محمد بيذاكر يرتب الثانويه العامه ولا تاني اعدادي تحب تقول خالتك ايه بقى لا لا في صاحبتي اختي شيل خالتي خالتي دي بحكم القرب ايوه لا بجد هي في اوقات كتير يعني انا مش عارف اقول ايه بس انا كنت حاسه ان انا بنتها كبير دايما فاهمين كده والله حق شكرا ليها دعمها النفسي هي تعبت كمان صراحه بص خالتي تعالى الصبح انا بغير الدراك في انت وخالها طبعا خالي هو مش متزوج حاليا هو هيجي دلوقتي خالي في البحيره وكده ومرات خالي ما شاء الله يعني صراحه هو نعمه كان اي مكان بحتاج اي حاجه هو اللي كان امن لي فكره المدرسه اروحها عارف حضرتك انا كنت بستنى المدرسه ثانوي عام وكده هو اللي عامل لي كل الاجراءات دي ثانيا مرات خالي في اي مذكره عايزاها وكده فحابه حضرتك تصوري بس خالتي ده بقى ايه بص اي مذكره كده من المريخ ايوه بص لا والله اي مشاوير اي مشاوير وانا كنت النوع اللي بتدلع انا اسف بس هو فعلا كان بيستحمل حقيقي بس ربنا يفرحها وهي تعبت صراحه والله جوز بنتي انا بعتبر ابني انا ليا ابن وحيد هو ابني ربنا يبارك فيك الف مليون مبروك الله يبارك في حضرتك وحضرتك نورتنا والله ربنا يخليك